أصدقاء رجعناكم بفيديو جديد الحلقة جديدة. اليوم رح نلعب الضبط مي، وهديك المرة كنا رح نعمل ضوي، بس بالمرة الجاي رح نعمل كيف بيعملوا الأكاونت وكيف هو يشتروا روباكس. ويلا نبدأ. هلا رايحين لجوا، لازم نستنى حتى نروح لجوا. هلا رايحين، بيقولوا انه رايحين لجوا، بس هنا نحن، هنا بيتي، ورايحين هلا هنا رايحين. انا بس رايحة بس لبرا، وانا رح اقولكم اي بيت بدي انا يكون عندي. بس هاي لا، هاني هاي البيت ورايحين هلا لعند هنا. في كتير وحدات، انا بدي بس هاي اللي ضوي، لا الضوي سنتي، وانا عندي هاي كمان، بس عندي هاي اللي حدا عطاني. وما تصدوا حدا اللي بيقولوا انه فيكم اذا بدكم روباكس بي، ما يعني ما لونه، لازم بس انتوا انه لازم تشتروا اذا بدكم، يعني ما تشتروا فيها. بعدين شي مرة صار هيك بأختي انه كان هو قالت انه اخذت هاي اللي بدها يعني كتير الروباكس، بعدين يعني فور فري ايه، وبعدين اخذت انه يعني هي راحت اخذت هاك، بعدين وبعدين اخذت غير اكاونت، بعدين هلا بس ممنوع، لازم تنتبهوا عشان ما يصير هيك عليكم. بس رح بدها تروح هون وتسبح، بس بقرات ما فيهم يسبحوا. رايحين هون لانه بدهم يروحوا. وينو؟ وعب الماي؟ ليكو رح يجي رح يجي. عم شوف بس وقت ايه ما شفتها، بعدين هلا رايحة اخذها من فوق عم بسبح. هلا باخذها، رايحة اخذ بس نحطها هون. وبعدين فيها تلعب. علي هلا عم نسبح، هي عم تسبح لتحت معي، بس بتروح لش شوي لعند ورايحين هو انا رايحة اطلع كم. اوه لازم استنى كمان. اوكي الحين عند فوق، ايه ما في روح لفوق. يمكن هيك بعمل انا، لا ما فيني. بعد بتهبي. اوكي هون رايحين يحطوا ثيابهم، انا رايحة اغير ثيابي انه هون كل الثياب، وانا بدي هاي، ورايحة احط الشورت وشعري، راح هاي. اوكي هلا خلاص، ورايحين هلا لعالمحل بيقولولنا وين نروح. رايحة بس اشرب ماي. من مدون
ايه هلا كثير بيقولوا لي انه بس رايحة حدا اعطاني هاي وحدة من فئاتي رايحين هنيك هاني اوكي ولا رايحين هون بياخدوا بيقولوا لنا انه رايحين هون وهون هلا لازم احط ايه اوكي بس باخذها ايه وهلا نحن هون ايه هون واو كثير كبير المحل في كثير من هدول ايه في من هاي هاي بيحطوا لما بدهم هدوك بدهم اللي يحطوهم لما لازم يروحوا ويعملوا دوش رايحين نطلع بكل محل وهون لما بيسبحوا طلعوا بيشوفوا لتحت هاي اكبر من ال هاي بيروبوت ما فينا نروح لانه هاي كبيرة ما فيني اخذها لفوق معي اوكي رح نطلع مثل هون اللي بيلعبوا هون في شي ايه طلعوا كم هاي كتير حلو المحل ايه بس ايه رايحين هلا لفوق رح نشوف هون اوكي رح نطلع ايه ما في شي هون اوكي ما في شي هون اوكي ما في شيء يمكن هون فوق اوي ما في شيء هون كمان ايه ما في شيء ليش ما في شيء هون بحس واو وي انا ولا اي ورا رحت بروبلوكس هيك انا رايحه بالي بابا اوكي تعالوا اوكي عم نروح عند الفوق ترى الفوق فوق فوق محل اوكي هلا نحن رايحين تاني مرة لهونيك جوا انا الحين هلا نطلع هاي البنت اللي عملت المحل وهون والمحل هون بيناموا بياكلوا بيشربوا وهون محل وين بيروحوا دوش ورايحين بس رايحين ورايحين هون فيهم يحضوا الغنيات و رايحين لهون لفوق تاني مرة هون في بلكون بدون الحين بس وين المحل وينو اوليكو ما شفته اوكي هلا انت رايح نام هون رح بس نطلع بمحلات محل ايه هنا نحن طلعوا كيف يعني في هذا لما بيرقصوا بس بيحطوه هون كان مثل انه بيفكروا انه هذا المحل اللي يعني شغلة اللي تبع الفوق اللي بس هيك بتعمل هيك وهاي بس لما لهون لما بيرقصوا بس الشباب تاخذ لفوق هلا اخذنا مصاري لانه انا كنت عندي يمكن عندي هلا لازم تاكل انا رايحة بس هون بس لما بيغنوا وهون لما بيحطوا هيك الشيء مثل هيك مثل ما هو الحكي
وهلا رايحين بس الحمد لله انه هلا لازم انه لا لازم تروح لعند المدرسة ورايحين الحمد لله نحط المدرسة لأنه رايحين هي رايحة للمدرسة لازم هلا نروح تعالي أنا بعرف إنه عندي إياها معي هون بس لازم بس نروح لبرا وخلصت المحل هي كانت كتير منيحة المحل فبحطها هون وهلا بنروح هون ورايحين رايحة رايحين هلا هون وي هلا رايحين لعند المدرسة بيقولوا هون المدرسة لازم نروح لازم نروح لازم نروحوا وهلا هون المدرسة وفي شي هيك انه الحين بس نحط هون نحن هون هلا ورايحين هلا بس الشي وبعدين راح يطلعوا ليش؟ لأنه فيهم ياخذوا شغلاتكم اللي منيحات وبيقولوا هيك بس انه عندكم كتير منيحات شغلات لهيك ما تصدقوهم وبعدين بياخذوا شغلات منكم وبعدين بيصير شي يعني بعدهم بيروحوا من اللعبة وبس بياخذوا منكم وبعدين بيصير هيك رايحين هلا لازم تروحوا تشرب لأنه إذا بتشرب ما تشرب بساعتها هيك بدنا بس نتاكل وتعشي وأنا في حدا بده حي مشان حي أنا أخذ حي وهي أنا اشتريت مرحة وهي النظارة كانت كتير حلوة لأنه عندها جليتر وعندها هون أبيض وروز ورح ألبسها حلو علي أنا حبيتها لما لبستها وحبيتها كتير 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 ونعمل مرة جاي الفيديو كيف نحط نعمل اكاونت ونشتري روباكس وهيك بيكون خلصنا فيديو انتظرونا بفيديو جديد لا تنسوا تعملوا لايك لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد في انستغرام باي باي.